افتتح محافظ بورسعيد عادل الغضبان بطولة الجمهورية للمدارس الرياضية المقامة على ملاعب المدينة الرياضية، وتستمر البطولة 3 أيام بمشاركة 500 طالب من 24 مدرسة يمثلون 24 مدرسة رياضية من 15 محافظة. بدأت البطولة بحفل فني أقيم بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية. احنا مهتمين جدا النهارده عندنا مدارسنا بتشارك من جميع الجمهوريه في البطوله التنافسيه حياه كريمه وتنميه المعشرات الصغيره رياده ورياضه، وده شعار البطوله لان احنا بيهمنا جنب العقل السليم زي ما بنقول العقل السليم والجسم السليم في الجسم السليم، فبيهمنا ان احنا اولادنا يظهروا قدراتهم من خلال ان احنا نعلمهم بعض المشروعات الصغيره اللي هم يقدروا بيها يبداوا بيها اي مشروع صغير يظهر بها قدراته وامكانياته. التنافس والمسابقات ما بين الطلبه في 5 ألعاب وبتشمل طبعا 15 محافظه من محافظات الجمهوريه على مستوى المدارس الرياضيه، وان شاء الله باذن الله يكون التنافس ده زي ما قلنا دايما لترسيخ التنافس الشريف وازكاء روح التنافس والبعد طبعا عن العصبيه والتعصب.